السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللوجو بيعبر عن الشركة والمنظمة اللي بتتبنى اللوجو ده، حاجة زي الاسم كده. فلازم يكون سهل ولازم يكون بسيط وسهل إن أنت أول ما تشوفه تميزه. طيب ده الشكل بتاع اللوجو بتاع أبل زمان، زي ما أنت شايف شجرة وشمس وسحاب وفي كلام فوق وكلام تحت، يعني بهرجة زيادة عن اللزوم. ده أي شعار بتلاقيه بالشكل ده تعرف يعني إن فيه عدم وضوح للرؤية أو عدم فهم لفكرة اللوجو. ده بعد كده اختاروا اللوجو دوت سنة 1976 لحد 1998، كان عبارة عن الألوان بتاع قوس قزح، وبعد كده قال لك لا خلاها هو لون واحد وده الأفضل أهوت. وبعد كده غيروا بقى سنة 2001 ل 2007، اختاروا إن هو يخلي فيه زي تدرج لوني ويخلوها زي 3D وفي سيل وحاجات زي كده. وبعد كده اختاروا التدرج دوت من 2007 لغاية دلوقتي. فلما تيجي تصمم حاول ما تصممش حاجة بالشكل دوت، يعني تشوف تصميم تلاقي فيه شرح وفي كلام واسم حاجة ولوجو تاني وهنعرض أمثلة على ده في القناة، ونبدأ نشوف ايه الأخطاء، مش عشان نتريق على حد أو نغلط في حد، بس عشان نتجنب إن احنا نعمل حاجة زي كده، نتجنب إن احنا نصمم شعار لشغل كويس يكون نفر واحد او يحسسك ان الناس اللي صممت الشعار دول مش على الجودة المطلوبة.